أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. الحمد لله ذي الصفات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له من الخير وأولاه. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. وأصلي وأسلم على نبي الهدى الموصوف بالأفضلية سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان واقتدى بشريعته ووالاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه. وهاكم من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم
سبيه. إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه، فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية. وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول. ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. ولما مضى من حمل آمنة 9 أشهر قمرية كان يأتيها في كل شهر نبي من أنبياء الله. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأزكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق. فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجنابة جناحيه على بطني وقال: انزل يا نبي الله، وقال: انزل يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم.